السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا حقنة أدولور عضل مسكن تركيز 30. هعلم بنت أختي اللي تحتها بإذن الله، يعني اللي هتحتها بنت أختي مش أنا. تمام، هنبدأ نجهز الحقنة. هي أول مرة تحتي حقن، فربنا بقى يسترها. هنسحب 1 سنتي بس، لان انا مش محتاجة الحقنة كلها، لان زي ما قلت هي هتتدرب في الحقنة دي، فانا هستخدم 1 سنتي بس. يلا ندي في الربع العلوي الخارجي، شيلي بقى، شيلي الغطا. بسم الله بسم الله. يلا في الربع العلوي الخارجي، ثبتي ايدك، ها ادخلي ادخلي، ها ثبتي، هاتي الدواء، هاتي ما تخافيش، شاطرة جامد قوي. اخرجي واضغطي لمدة دقيقة عشان ما يحصلش ورم ولا زرقان. برافو عليكي، اقفلي يلا اقفلي.